يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما النية التي ينبغي أن يتخذها الإنسان في مسابقات القرآن، علما بأن فيها جوائز قيمة وقد تكون مقصودة للمشارك؟ لا بأس بذلك، هذا من التشجيع على حفظ القرآن وإعانة القارئ، ما في بس، وما تطلع إلى هذا. إن كان قصده الجوائز هذا ما يجوز، لكن إذا كان قصده العبادة وأعطي شيئا بدون أنه يقصد هذا من الأصل فلا مانع، كل يعرف نيته وقصده.